مثل وباء كورونا الذي انطلق من الصين إلى العالم كالنار في الهشيم، انطلقت أزمة في الأسواق منشأها شركة إيفرغراند العقارية الصينية العملاقة المشرفة على الإفلاس، لتمتد من الأسهم العقارية الصينية إلى الأسهم الصينية بشكل عام، ثم الآسيوية وصولاً إلى الأوروبية والأمريكية مروراً بالشرق الأوسط، وكذلك تأثيرات حادة على العملات والملاذات الآمنة. وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أعلنت إيفرغراند أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها، إلا أن ذلك لم يطمئن الأسواق المالية التي تترقب لمعرفة إن كانت بكين ستهب لنجدة هذه المجموعة الخاصة التي تتحمل عبء ديون يصل إلى نحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. ويقول عدد من خبراء الاقتصاد إن الصين قادرة على تخفيف الصدمة المرتبطة بإيفرغراند، والتي تثير مخاوف من اضطرابات في الاقتصاد الصيني وحتى العالمي، وأن السلطات الصينية لديها قدرات مالية وفي الموازنة لتخفيف الصدمة. فيما يبدو مستقبل إيفرغراند معلقاً، طغى الخوف على الأسواق العالمية من انهيار إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين وانتشار العدوى في جميع قطاعات ثاني اقتصاد في العالم. وبرزت مشكلة تراكم الديون العام الماضي عندما بدأت الحكومة الصينية كجزء من حملة لمعالجة الديون الضخمة المقلقة التي راكمتها الشركات العقارية بالكشف عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط اقتراضها. وأدى ذلك إلى الحد بشدة من قدرة إيفرغراند على إنهاء بناء العقارات وبيعها لسداد ديونها. وبحسب الخبراء، فإن أفضل سيناريو هو أن تجد السلطات طريقة لمنع إيفرغراند من إعلان إفلاسها، ومنح دائني الشركة بصيص أمل بأنهم سوف يتفادون حدوث كارثة بالحصول على شيء ما على الأقل، وتجنب ما يمكن أن يتسبب بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية. ثم هناك احتمال إعادة الهيكلة مع سيطرة السلطات المحلية على أجزاء من الشركة، فيما يسمح للأقسام الاستثمارية في الشركة بالتوقف عن العمل، لكن مثل هذا سيكون مهمة ضخمة. فهل يتدخل الصينيون لمنع الانهيار؟